مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور الحديث فيه اكيد عن مباراه القمه، المباراه المنتظره من كل عشاق وجماهير النادي الاهلي، مباراه الاهلي والمصري، وايضا الحدث النهارده مباراه الريال وبرشلونه في يعني السوبر الاسباني، مباراه اكيد برضو بتنتظروها. يعني ارحب في البدايه بضيوف الكرام نجوم مصر والنادي الاهلي، الكابتن الكبير محمود صالح منورنا ومشرفنا. اهلا كابتن ميدو، دايما منورنا ومشرفنا. الله يخليك. وبعدين الشياكه كمان النهارده بعض إيه؟ مما عندك. ايضا الكابتن الكبير نجم مصر النادي الاهلي كابتن محمد حيش، اهلا بيك. ازيك يا ميدو، منور الدنيا. اخبارك ايه؟ يعني تمام ان شاء الله. النهارده انتوا يعني جاي الرسمي اهو فين عليا. يعني نبدا من الحدث النهارده، السوبر الاسباني، الريال وبرشلونه. طبعا. وبعد كده ندخل في تفاصيل الاهلي والمصري ونشوف ذكرياتكم على الاهلي والمصري. طبعا مباراه 84 اكيد يعني كانت حاجه كبيره جدا عندكم. يعني نشوف الريال وبرشلونه، الدنيا كلها النهارده في انتظار هذه المباراه. كابتن محمود شايف المباراه ازاي؟ وقول الاول ريالي ولا برشلوني؟ لا بقى انا بحب برشلونه. برشلونه. لا ريال مدريد. 2-1. ايوه. شايف المباراه دي ازاي يا كابتن محمود؟ وشايف برشلونه تحديدا ازاي كمان بدون نيمار النجم الكبير؟ طبعا ما فيش شك النجم الكبير نيمار، وغيابه ما فيش شك هيأثر، ما فيش شك. حتى يعني الطريقه اللي رحل بيها مؤثره، تأثر في الفريق. يعني فيها نوع من عدم الوفاء، هل ده يعني متاح لي ولا هو يعني ممكن ونقول كده، وممكن نحن نقول ان احنا في دلوقتي في احتراف وعالم، ممكن نكون احنا في ظروفه وناخد نفس القرار. بس القرار مرفوض اكيد، بس انا ممكن اكون في مكانه وهلاقي مقابل مادي واخد نفس القرار. يعني في اسماء بتعلم في الانديه، يعني بقى صعب الفرق بينهم قوي زي ما احنا بنقول، زي ميسي وبرشلونه، زي كريستيانو وريال مدريد، زي نيمار كان برضو احد العلامات في برشلونه. عشان حضرتك كده بتقول ان كان صعب قوي ان هو يمشي من برشلونه. طبعا توتي في روما، بص استمر اسماء وجاله فترات تالق، وكان ينتقل ممكن في انديه اكبر وانديه دخل مادي اكبر. انما السمار الوفاء حلو، انا بحب اللعيب اللي عنده وفاء للنادي اللي بينتمي اليه. اكيد. يعني شايف المباراه راح لمين؟ يعني ظاهريا اكيد طبعا المباراه دي تبقى خارج التوقعات. جاهزين اعتقد ريال مدريد. ريال مدريد، بس انا اتمنى فوز برشلونه. أكيد وانا بيني وبينك. كابتن محمد يعني برضه قول لي شايف المباراه ازاي، راح لمين؟ نيمار طبعا الاول طبعا. يعني بالنسبه للانتقالات انا شايف ان كل قاعده لها استثناء. اوكي. القاعده دلوقتي الانتقالات بقت عادي خلاص. ما بقاش في كلام بتاع زمان برضو بتاع الانتماء وكذا. دلوقتي الارقام لغه الفلوس بتتكلم. شايفين نيمار طبعا ظهر في برشلونه و ما جات له فرصه برقم خيالي، ما ترددش لحظه فعلا. ما ترددش، ما فيش يعني، انا اعتقد ان ما كانش في مفاوضات. يعني هو اتكل على الله على طول يعني. وده طبعا من حسن حظنا احنا كريال مدريد، يعني انه لعيب زي ده مؤثر جدا، بيعدل الكفه حتى لو ميسي مش في يومه، بتلاقي نيمار هو ناحيه الشمال قصه ثانيه. اكيد. فاعتقد برضو ان اعتقد ان برشلونه النهارده هيتاثر بغياب نيمار. اعتقد يعني. اكيد. والجزئيه في الاتجاه الثاني طبعا حضرتك فرحان طبعا. طبعا مبسوط جدا جدا، دي حاجه لمصلحتنا. وبعدين عايز اقول لك ان زيدان مدرب كويس قوي وبيعرف يلاعب ريال، يعني عرف يلعبهم ازاي ومحظوظ. طبعا. بص الكره فيها لازم توفيق، سن التوفيق. لو انت احسن مدرب في الكون لازم يبقى في سن التوفيق ده، لازم لازم. فهو زيدان جه عرف يلعب ريال مدريد ازاي. واعتقد ان الموسم ده من ازهى يعني مواسم ريال مدريد. يعني نتمنى انها استمر كمان. يعني شايف المباراه اللي راح الريال ان شاء الله، هو الدوافع طبعا كبيره بالنسبه للاثنين. طبعا برشلونه نفسه ياخد اي حاجه السنه دي، مش معقوله هيطلع كده فاضي يعني. انما الفوقان بتاع ريال مدريد. انت بتقطع فينا ان شاء الله باذن الله يكون الغلبه ليهم النهارده ان شاء الله باذن الله. يعني كنت جاي في الطريق فسامع كده يعني ناس من يعني الجهابذه اللي طلعوا بيحللوا دلوقتي ومقتحمين عليها بصراحه بتحليلاتهم الفظيعه. فقال واحد يعني قال ان مودريتش يعني لعيب عادي جدا لا يستحق ارتداء قميص ريال مدريد. فرحت قافل ال طبعا. لا ما طبعا يعني ما اصل هتلاقي الجماعه دول بتوع الاسيست والنقطه ما اعرفش ايه والحاجات دي هم دول. لكن شايف المباراه راح الريال.
شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله. يعني كان بيكيه كان قال تويته كده كابتن محمود، او جاب صوره هو ونيمار وقال نيمار باقي قبل ما نيمار يمشي، وبعد كده بيكيه طلع امبارح قال انا كنت متاكد ان نيمار، يعني باكد على كلام ضيوف الكرام ان نيمار راحل، بس كنت يعني بحاول معاه، لكن نيمار دلوقتي بيمتلك يعني فلوس في البنك وحب قليل من جماهير برشلونه. يعني ده كان الكلام اللي هو اتجاه المال واتجاه العاطفه. جماهير برشلونه مش في اسبانيا بس، على مستوى العالم. بالظبط. يعني في مقوله يقول لك برشلونه وريال مدريد قسموا العالم. جماهير برشلونه في العموم مش في اسبانيا قسموا العالم. بالظبط. يعني حتى احنا بنشجع النادي الاهلي تلاقي طب برشلونه ولا بالاتحاد. بالظبط. اعتقد على المستوى العالمي يعني. بالظبط. فهو ما فقدش جمهور برشلونه في اسبانيا. لا ده في مئات الملايين خارج اسبانيا اكيد. وبعدين اكيد هياخد يعني كميه عطف وحنان وحب من بتوع باريس سان جيرمان طبعا وفرنسا كلها يعني. والفلوس الشعبيه بس طبعاً. الشعبيه غير برشلونه. وبعدين الفلوس هتدي له يعني المشاعر اللي هو عايزها. الفلوس يعني غيرت فعلا. يلا ندخل في شغلنا النهارده، مباراه الاهلي والمصري، مباراه بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي كابتن محمود. ويعني اكيد كان في ذكريات لمباراه 84، مباراه لا تنسى. انا هخلي حضرتك تكلمنا عنها واكيد تكلم الساده المشاهدين عن هذه المباراه مع الكابتن محمد. طبعا طبعا. على فكره مباراه من الذكريات الجميله في حياتنا. بقى لنا كام سنه؟ 33 سنه. لسه بفكر الكابتن محمد. بقى لنا 3 سنين ونص. 33 سنه. 33 سنه ومباراه قدام حضرتك. انا 13. محمد 16 يا محمد. 16 الشاشه قدام حضرتك كابتن محمد. تصدق من ساعه ما اتلعب المباراه انا اول مره اشوف شكل الملعب كده. ما اتفرجتش عليها. ذكرياتها ايه معاك المباراه دي يا كابتن؟ ذكريات جميله طبعا. الفوز بالكاس في ظروف، جبنا التعادل بهدف تاريخي لعلاء ميهوب من تمريره من خارج جبل الله، وتعادلنا ولعبنا اكسترا تايم كسبنا 3-1. كنا بنلعب من غير لعيبه دوليين، كان في لعيبه دوله لوس انجلوس، مجدي عبد الغني وكانتارا بوزيت ومصطفى عبده والخطيب. وكان النادي الاهلي متاخر، كان في اصابه اتصاب في الفتره ديت كابتن المرحوم كابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي. السنه دي ابتدى يلعب شوبير بقى في 84 بدايته مع النادي الاهلي. وعملنا مباراه برضو تاريخيه قبلها، مباراه المقاولين يا محمد لو فاكر. طبعا كانت مباراه برضو، وكنا بنلعب ناقصين قبل النهائي. طبعا مش كنا ناقصين برضو من غير الدوليين. كان فيها اكسترا تايم اعتقد برضو كان فيها اكسترا تايم. كان فيها. الموسم ده بنتكلم عن مباراه المقاولين. الموسم ده الكابتن جوهري اتصنع اسمه في الفتره دي. صحيح. بدايه صنع اسم الكابتن جوهري. صحيح. كتاريخ الحقيقه. صحيح. ده يعني يعني برضو يعني ابرز احداث المباراه دي يا كابتن محمود لسه اللي معلقه في دماغك كانت ايه؟ هو هدف علاء ميهوب طبعا. كابتن علاء ميهوب في اخر دقيقه تقريبا، كنا خسرانين 1 وجبنا التعادل، وفي الاكسترا تايم الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 3-1. هو الهدف، انا عايز اجيب الهدف، انا كان في احتجاج اقول لك مش اوفسايد خالص. لا خالص. خالص. كابتن علاء هدف الاهلي. اكيد هنجيب الاهداف. الاهلي والمصري. الاهلي كان المصري الاول. ده كابتن محمود بقى شاف السردفكات عامله ازاي. لا انا عايز اقول لك كمان ميدو حاجه، يعني لازم قبل ما نتكلم على الموضوع ده لازم نقول، احنا نسينا واتفرجنا على المباراه. لازم نقول ان المصري كان في ازهى عصوره في الفتره دي. بالظبط. وكان بيضم عناصر جامده جدا في 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 تاريخ نادي المصري، منهم طبعا الله يرحمه الكابتن مسعد نور واسماء كبيره، والكابتن عادل عبد المنعم ومصطفى ابو الدهب وطارق سليمان. ده الهدف. ده الهدف. هتلاقي الهدف تاني. يعني هنشوف. يعني كريم ابو حسين محضر لي بصراحه الاسماء كلها. ده الهدف. هو ما فيهوش احنا عكسنا كده. احنا عكسنا بس نجيبه بدري شويه. ما فيش. هات الهدف تاني. هاتوا الهدف تاني يا جماعه لو سمحت. ده علاء حتى جاي من وراه. يعني بص وهي بتتلعب. بالظبط. ده كان في الدقيقه كام يا كابتن؟ لا في الدقيقه في الوقت الاضافي. 90 الوقت الاضافي كمان. لا قبل الاضافي. الوقت الاضافي. لا مش يعني يعني مثلا ممكن يكون فيه مثلا دقيقه اضافيه او اتنين في بعد الوقت. بعد الوقت الاصلي. ما خلص. هترجع شويه كده بيبو كده بالجون. هو خلاص صحيح الموضوع خلص بس. وعلى فكره علاء ميهوب من عظماء هذا العصر. إيه؟ في الكوره كلاعب كوره. مين؟ علاء ميهوب. هو طبعا. طبعا طبعا حقيقي. طبعا. وبعدين جايب جون تاريخي. هو ما عادش بقى اتكلم زي الكابتن مجدي عبد الغني وانا جبت جون وكاس العالم. لا علاء كان لعيب يعني
يعني بص كان الجون ده كمان علاء كان سابق عصره على فكره بالظبط والله صدقني يعني حاجه هو كابتن ما خدش حقه الحقيقه طبعا هو نجم كبير بس هو كان المفروض يكون اكبر من كده كمان يعني كان الابرز لاعب المصري يا كابتن محمود ده كابتن محمد كان كابتن عادل عبد المنعم طبعا المرحوم عادل عبد المنعم صحيح. والد النجم احمد عادل عبد المنعم حارس الاهلي ومصطفى ابو الذهب وحسان اعتقد حسام غويبه كابتن حسام غويبه مسعد نور وجمال جوده اوف اسماء جامده جدا كابتن مين طبعا مسعد نور طبعا يعني بص بقى الكره هي عشان الاوفسايد بص ده جاي ما في فرق لا متاخر دقيقتين يعني هو الاوفسايد اللي بص هو في بص بص لا بص برضه بص اللعيب بص اللعيب بتاع مصر عامل ازاي لا لا هو كابتن علاء ما هو مش اوفسايد خالص خالص يعني هو خلاص يعني كده جون رسمي هو يا جماعه مفيش فيه حاجه كم خالص خالص ده مغطي ب 10 كيلو يعني نقول الاسماء تاني لعيبه المصري وابرز نجوم المصري كابتن عادل عبد المنعم الله يرحمه وكابتن مصطفى ابو الذهب وكابتن حسام غويبه ومسعد نور وجمال جوده واينو وطارق سليمان والايراني عبد الراضي وتشيكي بوشكش وعلي المصري لو تفتكروا الاسماء دي يا جماعه يعني كان الدنيا كانت نجوم وحاجه يعني واللي شال المباراه دي يا كابتن ككوره واداء ما تقلش عن الفتره دي برغم مرور 33 سنه زي ما قلنا بص الجون ده وده هدف تاني بص هدف في الوقت الشوط الثالث يعني الوقت الاضافي حاجه جميله جدا وكان قصدها كابتن علاء نحطها لا نحطها في المرمى لا صحيح قصدها عايزين نعرف كابتن علاء كان قصدها ولا ايه يا جماعه يعني عامل شيب بشماله كمان ده كان لعيب جامد جدا قوي قوي لا قوي لا طبعا انا حضرته لعبه يعني كان حاجه قمه في المتعه بصراحه انا عايز اقول لك يا ميدو اصعب اوقات المباراه دي حطيتها في الجون حطيتها من فوق من فوق عادل الله يرحمه يعني اصعب اوقات المباراه دي الفتره من ساعه ما جابوا الجون الاولاني جون المصري للوقت ال خلاص ال 90 دقيقه خلصوا بنلعب مثلا حوالي دقيقتين او ثلاثه وقت اضافي في الشوط الاول ولا الثاني اللي جه في الاهلي في الشوط الثاني حاولوا تجيبوا لنا الهدف في الشوط الثاني يعني دي كانت اصعب اوقات المباراه طبعا الاداء يعني دي كانت اصعب اوقات المباراه وبعدين تتفرج بقى على الدقيقه بقى 88 و89 بص على المدرجات جمهور النادي الاهلي مش عايز اقول لك عاملين ازاي خبر ابيض يا جماعه كابتن خالد جدلة طبعا ايوه خبر ابيض يعني كان تشكيل الاهلي يا كابتن افكركم بيه كان كابتن احمد شوير حمد ابو راضي كابتن محمود صالح ومحمد حشيش يعني حاجه جميله كابتن اسامه عرابي علاء ميهوب خالد جدلة محمد عامر سمير فوزي زكريا ناصف ورمضان السيد يا اسماء مرعبة اسماء جامده جدا طبعا يعني هدف كان قاتل فعلا انت عارف انت بتتكلم على المباراه دي عمر جمهور الاهلي ما هينساها وعمر جمهور بورسعيد ده هدف بيفرق عشان غيوبه عشان غيوبه لا عشان غيوبه وده هدف التعادل بالظبط ده كان في الوقت الضايع فكركم بالاهداف تاني طبعا والهدف الثاني كان علاء ميهوب برضه متشب يعني حاجه تحفه بعد ما خد مشوار كبير بالظبط من نص الملعب والهدف الثالث كان ولا اروع من كده متابعه من الكابتن خالد جدلة بعد التسديده مين اللي سدد الكره في العارضه يا كابتن سمير فوزي عدوا اتفضل يا كابتن عايز اقول لك ان يعني المباراه دي عمرها ما هتتمحي من تاريخ جمهور النادي الاهلي ولا نادي المصري ولا جمهور نادي المصري المباراة كانت صعبة جدا النادي المصري كان زي ما بقول لك أزهى عصوره لعيبة كبيرة جدا جايين ياخدوا الكاس من الفروقات بقى الغريبة الجمهور طبعا المصري كان يعني مالي برضو شايف انت مالي المدرجات طبعا كان ايام عايز اقول لك ان يعني من ضمن الحاجات الظريفة بقى والتعليقات اللي اتقالت بعد الماتش يعني ان الكاس كان خلاص راح جمهور بورسعيد يعني خلاص راح عند الجمرك عشان يدخل بورسعيد وفعلا لف ورجع تاني من الجمرك لدرجه ان حتى المرحوم طبعا سيد متولي رئيس نادي المصري حاج سيد متولي طبعا قام وخلاص بيعدل البدله بقى والجاكيت على اساس انه خلاص هيستلم كاس خلص الموضوع تتكلم يعني 90 دقيقه اشغال شقه ومغلوب 1-0 خلاص يعني الماتش اتحسم يعني ما كانش ممكن حد يتخيل لان فعلا الكابتن حسين مهاود وهو كان حكم المباراه كان فعلا هيصفر خلاص يعني بعد الكره دي بس هو خلاص الكره اتلعبت الكره ما خدتش
يا ميدو حاجه، يا كره من شوبير حمده برادي خالد جد الله علاء ميهوب، مفيش اسرع من كده يعني، ما خدتش بالظبط يعني جزء بالظبط كده. فما كانش حد ممكن يتخيل ان النادي الاهلي يتعادل ويلعب وقت اضافي ويجيب جونين ويكسب وياخد البطوله. كان طبعا يعني لها فرحه كمان كبيره بعد ما انت كنت مغلوب 1-0 بترجع تاني تستعيد طبعا الماتش وترجع تركب بعد المجهود الكبير وماتش نهائي بعد مشوار كبير في كاس مصر. بس كابتن علاء كان جايب الاجوان دي بالصدفه كده. لا 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 كانت صدفه. علاء سابق عصره. سابق عصره وده علاء بقى سابق عصره. سابق عصره فعلا. قول له ترحبوا بيه بقى وهو على التليفون. طيب ازيك علاء؟ يا نجم. تخيل يا ميدو محمد محمد صلاح ومواليد القناه كلها. الله يخليك يا جاي والله. انت يا ميدو جايب اثنين ما شاء الله عليهم شخصيات جميله جدا. سيبك من الملعب، الملعب هم الناس ما شاء الله عليهم. لا وتتكلم في الملعب برضه عادي يعني، اتكلم في الملعب برضه. لا لا بره الكوره بس، عايز منك شفت بره الكوره ولا اثنين من اقرب الناس لقلبي احتراما وخفه الدم وادب وكل حاجه حلوه في شوف الناس دي بصراحه. وبعدين عشت عمر كبيره جدا، يمكن حشيش اكتر محمود شويه. محمد معايا من عندي 15 سنه، عشرة كبيرة جدا انا وحشيش وطاهر وسامة. محمود يمكن جاء يعني بعد كده، لكن اثنين عايز اقول لك قضيت معاهم سنين طويلة جدا يعني، اكتر من مع اخواتي فعلا. وفعلا فعلا انا بعتبرهم اخواتي بصراحة، حاجة جميلة جدا. الواحد يعني انا مبسوط لان شفتهم الوقت على قناة الاهلي بجد يا ميدو، بجد فرحت جدا وقلت اعمل مداخلة امس عليهم طيب يعني كلاعيبة كورة، طيب كلاعيبة كورة ايه بقى اخبارنا يعني ده بره الملعب؟ ما لكوش حل بقى. انت ما خدتش بالك عايز مترجم، لان انا اتكلمت كده في الاول. ايوه عشان الحلقه لسه طويله يعني، ممكن اغير الراي يعني. تغلو الكوره وكل الكلام ده تبني شياكه مش طبيعيه انتوا الاثنين بجد يعني، اوعى بقى. الله يكرمك يا كابتن علاء. لا مش انت يا ميدو، هو حشيش ومحمود طارق. الله يخليك علاء. الله يكرمك. منور بجد وحلقه جميله جدا. يعني يا كابتن بتنور بيتك وبتنورنا فعلا باي مداخله واي يعني لقاء بنجريه معاك. وطبعا الكباتن اتكلموا يعني عليك، وطبعا تستاهل كل الكلام اللي اتقال. الله يخليك يا ميدو. اهداف كانت جميله قوي قوي مؤثره جدا، بس ما عملتش بقى زي الكابتن مجدي بقى انا صاحب الهدف اللي بتاع الكاس والكلام ده كله. لا 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 ده هدف كاس عالم يا ميدو. سيبك ان انا كنت الحمد لله ليا الحظ ان انا اجيب الهدف الصعب اللي بتتفرج عليه ده. وما تسالنيش انا عملت كده ليه، لان انا ما فكرتش في الحاجه دي، بس عشان انا كنت بكلم. كان محمد بيتكلم في حته حلوه قوي، ان الهدف جه ثلاث لمسات بالظبط بالظبط بالظبط، فرصه ضايعه. شوبير خد الكوره لحمده برادي، كابتن خالد جد الله ليا يعني بالظبط كده يعني هدف سريع جدا. انا بالظبط اول ما خالد لعب الكوره انا اول ما لمست الكوره انا فكرت في الحل اللي انت بتشوفه ده. انا ما فكرتش في حاجه ثانيه، واعتقد لو فكرت في حاجه ثانيه كانت ممكن الكوره دي تضيع، لان الوقت خلاص. وكابتن عادل اللي عاملينها الله يرحمه ويتوفى كان جول عملاق، وده الهدف ده في الوقت بدل الضايع كمان. ده اللي ملوش حل يا كابتن بقى، يعني ده تشب بالشمال يعني، يعني كان زمان بقى الشمال بالظبط يعني. انا مستغرب، انا كنت بقول يعني انت كنت قاصد تعملها بالعرض يعني. دي حقيقه. ده ميدو من الماتشات الحلوه قوي، واللي عايز اقول لك كمان كان حشيش ومحمود هيكلموك على الماتش اللي قبل النهائي ده، ماتش المقاولين اللي كانوا فاكرينه كويس هم الاثنين. لا ملحمه يعني، هم كده هيكلموك هيجيبوا لك بقى المعاناه اللي احنا شفناها قبل الماتش ده. اكيد طبعا دي مباراة عمرنا كلنا يعني. عايز اقول لك ان الجيل اللي انت بتتفرج عليه ده يعني الناس كلها يعني جيل صنع حاجه للنادي الاهلي. اكيد جيل محترم جدا وجيل جميل جدا وكلهم ناس محترمه جدا. اكيد. وانا بقول لك يا ميدو للمره الثانيه انا فعلا انا بفرح حتى بشوف محمد ومحمود واسامه عراب والناس دي كلها، اختيارات جميله. كابتن خالد جد الله كمان من الناس اللي عزيزه جدا ليا، كان بره الملعب او جوه الملعب. فمش عايز اطول عليك وعايز اتمتع بالحلقه دي، وسعيد محمود اللي شفتك انت وحشيش ويعني. بس طب استنى لسه احنا واخدين 6 دقايق، احنا مأجرين 6 دقايق على فكره. انت عامل مده ثانيه وسايبين النقطه بره كافي. اتفضل. مش عايز ازعل علاء بس اذكره بيها يعني. اتفضل. هو كانت مفاجاه ان علاء ما يسافرش الدوره الاولمبيه في لوس انجلوس مع المنتخب. دي حقيقه صح. كان لازم يروح. ازاي ومين انت وهو كمان؟ انت وهو. لا مش عايز اتكلم عن الناس. لا انت وهو يعني. انا بتكلم يعني انت وهو. كان لازم يسافر. يعني كانت مفاجاه يعني. والله معلش يعني. بس من حظ النادي ان هو
يبقى ونفوز بال اكيد اكيد. وزي ما قلت المرحوم الكابتن جوهري صنع اسمه على البطوله دي. صحيح. يعني كابتن علاء كنت متوقع تحرز اهداف في الماتش ده، وكنت متوقع تجيب هدف التعادل، وكان عندك امل انت ممكن ترجع للمباراه تاني؟ لا كل امانه لا يا ميدو، لانك انت لو رجعت بسرعه كده قبل الهدف بتاعي المصري بضيعت هدف انفرادات طارق سليمان، وبعدين محمد قال الجيل بتاع الجيل نادي المصري، لا جيل عظيم بتاريخ نادي المصري. اكيد انا قلت الاسماء حاجه تخض يعني. انا سامعك يا ميدو. حاجه ممتازه يا ميدو، احنا كنا اي فريق كان يروح نادي المصري يلعب هناك لو تعادل بالظبط ترجع مبسوط. بالظبط بالظبط بالظبط. فلا حته انك ترجع في المباراه بالهدف ده بالوقت ده بصراحه انا كنت متوقع، لكن هو سبحان الله كان في اشارات كده ان الفرص اللي بتضيع سهله قوي من مصر، ده لا دي حاجه لكن الحاجه دي تحصل كده بالمنظر ده اعتقد صعبه شويه. انا عايز بس اقول لك اللي عمله الجنين الاول والثاني ليه هو كابتن خالد جدال. فعلا يعني اللي عمله الجنين يعني الاول والثاني هو كابتن خالد جدال، وهو اللي جاب الثالث. هو اللي جاب الثالث جول ثالث حلو قوي بدايته خالص يعني. لو جبته من بدايته يا ميدو يا ريت، من اول ما الشوبير شاط الكوره جول حلو قوي قوي بصراحه. ما انت لازم تيجي معانا بقى وهجيب لك كل حاجه كده واحده واحده. هتعمل كده. ده الجون الثالث من الاول اهو يا كابتن. ده من الاول خالص انا بضل ابص يعني، وبعدين راحت لسمير فوزي عملها حلو قوي بصراحه. جميل. عملها حلو قوي. اللي بعد دي اللي حلوه كمان قوي قوي قوي. حاجه جميله حاجه جميله يعني، حاجه تفرح بصراحه كابتن علاء، الواحد بقى مبسوط قوي يعني لما بيشوف. بقى لما نفرح يوم الثلاث ان شاء الله. يا رب. ولقب نادي القرن اللي عمله الجيل ده ان شاء الله. اكيد اكيد. دي حقيقه. كابتن علاء نورتنا وشرفتنا ومستنيينك بقى ان شاء الله. ربنا يخليكم ومتابع حلقاتكم يا محمود، انت وحشيش. لا خليك يا ودايما منورين كده في الله يخليك. وعايز اقول لكم ان انتوا اثنين نجوم كبار جدا جوه الملعب، لكن هقولها كلمه الحقيقه فعلا هقولها، لكن انتوا فعلا كبار قوي. يا ميدو حلقه سعيده ان شاء الله. نورتنا يا كابتن وشرفتنا. ربنا يخليك يا رب. يعني كمان يا ميدو ما نغفلش بصراحه يعني، وكان قائد انا شخصيا يعني من اللعيبه اللي كنت بحبها قوي استريح وهي موجوده في الملعب، الكابتن خالد جدال. خالد جدال على يعني مش عايز اقول لك مواصفات اللاعب الكامل يعني انت نادر دلوقتي ما بتلاقي قائد في الملعب خالد. انت بتعرف ان احنا جايبين حد على التليفون يا كابتن حشيش؟ يعني بتتكلم مع كابتن خالد فعلا فعلا والله ما اعرف والله ما اعرف لان خالد الو يا خالد. الو يا خالد. يا ابو حميد ازيك؟ ازيك انت؟ انا شهادتي مجروحه فيك خلي بالك. ما ينفعش. طب نرحب بنجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن خالد جدال. اهلا بيك كابتن. اهلا يا ميدو، ازيك؟ اخبارك ايه؟ منور بيتك. الله يخليك. لسه الكابتن محمد بيتكلم عليك حالا، اتفضل. واسعدتني مكالمه علاء ميهوب ومحمود صالح، وذكريات جميله جدا، الماتش كان حلو جدا، محفور في قلوبنا كلها لان هي بطوله كانت كبيره قوي، كاس مصر قدرنا ناخدها بعد ما كنا خسرانين 1-0 وجبنا علاء ميهوب جاب هدف التعادل في الوقت بدل الضايع من سرو حلو قوي لعبته له، وبعدين علاء جاب الجول الثاني برده من سرو اديته له، وحضرتك جبت الجول الثالث. فدي من الماتشات بصراحه يا عبد الحميد الجميله اللي محفوره في قلوبنا كلنا. اكيد مباراه لا تنسى بصراحه. مباراة حلوة، وبعدين برضه محمد حشيش ومحمود كانوا الاثنين من اللعيبة طبعا اللي كان ليهم تأثير كبير جدا، يمكن محمود كان لسه في البدايات، يمكن حشيش كان أقدم منه شوية، ولكن بمجرد ما لعبوا كان ليهم تأثير كبير جدا وقدروا إن هم يحطوا بصمتهم في فرقة النادي الأهلي. ما تنساش حاجة ميدو برضه عايز أفكر خالد بيها. خالد السنة اللي قبلها على طول هو اللي جايب جون المكسب كاس مصر، نهائي كاس مصر الاهلي والمصري. الاهلي والمصري برضه 1-0 بشوطه يعني قذيفه. لعبنا النادي المصري نهائي الكاس 84 كسبنا 1-0، انا اللي جبت الجون. جون عالمي يعني. برضه من الحاجات اللي في تاريخي جميله جدا ان احنا قدرنا نجيب بطوله عن طريق الهدف اللي انا جبته، كسبنا 1-0. والسنه اللي بعديها الماتش اللي انت بتعرضه يا ميدو 3-1، ذكريات جميلة. وفعلا الجيل ده يمكن جيل زي ما علاء ميهوب قال في المداخلة قبل ما كنت بسمعه، ان جيل محترم، جيل مثقف جدا، بيحب النادي جدا، عنده ولاء جامد جدا للنادي. يمكن كنا بنلعب ما بنفكرش في اي حاجة، اكيد، ولا في فلوس ولا في اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي كنا بنفكر فيها ازاي نسعد جماهير النادي الاهلي ونسعد جمهورنا وادارتنا وجهازنا الفني. ومحمود صالح قال برضه حاجه مظبوطه، ان كابتن جوهري الله يرحمه
الجيل ده هو اللي عمل اسم كابتن جوهري في البدايات يعني. يعني كابتن خالد يعني لعبته بدون مقابل لكن بتظلوا يعني اسماءكم يعني مفحوره في ذاكره كل اهلاوي بصراحه يعني. اول ما تيجي اسماءكم لازم الناس بتثني عليكم طبعا. ده فضل ونعمه عبد الحميد من عند ربنا، وهي دي المكسب من المكاسب الكبيره في اللعبه دي من الكوره، حب الناس والسيره الكويسه وحب الناس حتى لغايه دلوقتي اكيد. فدي من الحاجات اللي الحمد لله يعني من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بينا، ان حب الناس واحترام الناس لينا، واحنا احترمنا لانفسنا واحترمنا لنادينا واحترمنا لمبادئ نادينا في الوقت دون. فالحمد لله الف حمد وشكر على كل حاجه. طب يا كابتن خالد مش جاهز ربع ساعه يوم الثلاث يعني؟ جاهز ربع ساعه بس يعني تنزل يوم الثلاث اللي جاي؟ مش جاهز والله. انت جبت كاس وجبت كاس طب عشان انت عامل عقد مع المصري. عامل عقد مع المصري. ربنا يكرمنا بقى يوم الثلاث باذن الله. كل التوفيق لفرقتنا وللجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حسام وكل الجهاز الفني والاداري واللعيبه. نتمنى باذن الله ان التوفيق يكون جانبهم ويفرحونا ويفرحوا جمهور النادي الاهلي ببطوله ثانيه، وانا على ثقه تامه جدا في لاعبتنا وفي جهازنا ان هم باذن الله هيتوجوا المجهود بتاعهم ومجهود مجلس الاداره بقياده المهندس محمود طاهر باذن الله بالحصول على كاس مصر باذن الله يوم الثلاثاء. اكيد يا كابتن خالد. اخر سؤال اساله لك قبل ما اقفل مع حضرتك، يعني الاهلي كان فيه كابتن ربيع ياسين، كابتن مصطفى عبده، كابتن مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، كابتن خطيب، يعني نجوم كبار جدا كانوا غايبين عن هذه المباراه. كان احساسك ايه وانت نازل المباراه في ظل غياب هؤلاء اللاعبين؟ والله يمكن انا في الوقت ده كنت من اقدم الناس اللي موجوده في الملعب بالظبط. يمكن كلنا احنا اخذنا يعني ترجمنا غياب النجوم الكبيره والاسامي الكبيره اللي انت قلتها، كابتن طاهر وربيع، مصطفى عبده، وكابتن محمود الخطيب. احنا خدنا الجانب الايجابي ازاي نحفز نفسينا في ظل هذه الغيابات، ان كل واحد يكون ليه بصمه جوه الملعب، وان كل واحد يكون ليه نصيب ان هو يفرح جمهور النادي الاهلي. تمام. فركزنا من هذا الكلام واتكلمت انا في هذا الكلام مع اللعيبه، لان كان معظمهم كان لسه في البدايات. يعني حمد ابو راضي كان لسه، محمود صالح كان لسه بالظبط، امير فوزي كان لسه، اسامه عرابي كان لسه. فاخذنا الجانب ازاي ان احنا نستفيد ان احنا ناقصين النجوم الكبيره قوي اللي انت قلت عليها، ازاي نحول هذا النقص الى ايجابيات نقدر نستفيد منها، ان كل واحد يطلع اكتر من اللي عنده. وفعلا هو ده اللي تم، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفق. يعني هو ده السؤال كان لازم اساله لك، علشان مهما غابت النجوم لكن في دوافع كابتن خالد بتبقى طبعا. طبعا اكيد يعني طبعا. يعني دايما بتنورنا وبتشرفنا كابتن خالد، وبنسعد بمكالماتك ومقابلاتك. ربنا يا رب ان شاء الله تكون قريب. سعيد بيك وسعيد بمحمود وسعيد بمحمد، وحلقه جميله وبتمتعونا بصراحه. شكرا جدا كابتن خالد جدالة، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. شكرا جدا. يعني مباراه بصراحه، هو اللاعبين الباقيين كلهم لعبوا دولي تقريبا. اللي بعد كده اللي بعد كده يعني كابتن احمد شوبير، كابتن حمدي ابو راضي، كابتن محمود صالح، كل دول لعبوا دولي. يعني دي صوره قدام حضرتك كابتن محمد. احكي لي ذكريات الصوره دي ايه؟ دي الصوره دي بعد ما الوقت الاصلي انتهى ماتش طبعا الاهلي والمصري، وكان كابتن جوهري بقى تعليمات الكابتن جوهري قبل ما نبدا الوقت الاضافي اللي على الشوط ورا كابتن محمد عامر. بالظبط كده، اللي هو رقم 12. يعني احنا ممكن نقولهم حتى يعني كابتن محمد عامر رقم 12 وقدامه كابتن احمد ماهر واقف على اليمين خالص، تمام، وبعدين ضياء السيد، علاء ميهوب، خالد جدالة، اسامه عرابي، اسامه عرابي كده، محمد عامر، محمد عامر، سبع زكريا اعتقد، لا ممكن يكون سمير فوزي خبر ابيض ولا زكريا مش متاكد، وبعدين زكريا احمد شوبير، محمود صالح، وانا كابتن جوهري. كابتن جوهري خبر ابيض. يعني صور للتاريخ. صور للتاريخ. ده بص التركيز هو انا احاول اطلع منك يعني اي كلام تفتكره من هذه اللقطه. يعني كابتن جوهري كانت ابرز تعليماته لو معلقه في دماغي لغايه دلوقتي. طبعا كابتن جوهري كان لا ملك طبعا التاهيل النفسي. فكان طبعا احنا كلنا كده كنا خلاص ابتدينا يعني مؤهلين ان شاء الله بقى ان احنا ناخد طبعًا. يعني انت بترجع تاني بعد ما كنت مغلوب 1-0، فطبعا بيبقى فيه دوافع كبيره عندك، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه بقى فيه احباط ان الاهلي بقى راجع تاني. بين الشوطين هو ما اتكلمش في كوره، يعني اعتقد انا على ما افتكر كده محمود ما كانش يعني بيتكلم في كوره، كله كان الماتش رجع لكم تاني، الفرصه قدامكم تاني،
لازم تثبته وده الصح، وتنزله من الشوط الثالث يعني ضغطيه وده الصح، لان قال استغلوا يعني يعني فرصه ان الفرقه اللي قدامكم نفسيا نزلت خالص وقعت انها يجي فيها جون وتتعادل في الوقت الدقيقه الاولى من الوقت الاضافي، دي حاجه جامده جدا تهدي اي فرقه. فاستغلوا الحته دي اول ما تنزلوا في الشوط الثالث على اساس ان انتوا تكسبوا، وفعلا ده اللي حصل. الجونين جم في الشوط الثالث على طول اول ما نزلنا الشوط الثالث. يعني تفتكر كابتن محمود كلام كان بالظبط؟ بالظبط. هو زي ما قال كابتن محمد الله يرحمه، كابتن جوري الله يرحمه، يعني فعلا بيعدك نفسيا، بيقدر فعلا يديك ثقه في نفسك ويدي الفرقه كلها ثقه ويخلي اللعيبه تثق في بعضها، بيخلق جو البطوله. وده اهم شيء في المدرب، النواحي النفسيه دي. قد يكون مدرب متفوق، وهو كان متفوق في الناحيه الفنيه برضه، انما قد يكون مدرب اخر متفوق في الناحيه الفنيه انما ما عندوش الجزئيه دي، الناحيه الفنيه النفسيه صعب اعلى بكتير من الناحيه الفنيه. هو برضه كان ظابط في الجيش واكيد تمرس على القصه دي ازاي يعني. كل الاجيال اللي عاصرت المرحوم الكابتن جوهري قالوا ان هو كان في الحته النفسيه، كان بيجيب اغاني وطنيه يشغلها للعيبه قبل الماتشات على طول. بالزبط. كان بيخليهم نازلين فعلا يعني ياكلوا النجيله. احنا كنا بنعشقه، كنا بنحبه جدا. وده مهم لنجاح الفريق، انك تحب المدرب وتثق فيه. شخصيه المدرب شخصيه اهم حاجه في التدريب. بالزبط. علم التدريب ما هو واحد، والناس بتجتهد وبتتفرج وبتشوف فيديوهات وكل بيتمرن والتدريب واحد. ودلوقتي خلي بالك ان دلوقتي التدريب مش زي الاول، دلوقتي التدريب بقى مدرب احمال ومدرب مش عارف استشفاء ومدرب يعني قصه كبيره. اللي بيفرق مدرب عن مدرب هو الشخصيه، ازاي يلم بالظبط اللعيبه حواليه. بالزبط. وازاي اتفق معاك يعني كابتن جوهري كان بيحسس كل لعيب ان هو ده نمره واحد عنده، ان هو ده اللي هيخلص الموضوع، هو ده اللي معتمدين عليه، فاهم ازاي؟ فانت تدي احساس للعيب ان هو اللي معتمد عليه، تحمله المسؤوليه. كذلك كان بيهتم كمان برضه باللعيبه اللي على الدكه مش في الملعب بس، ودي حاجه يصعب اي مدرب ان هو يعملها. انك انت عارف كل معظم المدربين اللي هو 11 اللي بيلعب والاثنين ثلاثه اللي بيغيروا والباقي بعيد، لا بالعكس. ده كان هو كان بيعرفنا من عينينا، يجي على محمود ولا يجي عليه يقول لي لا النهارده في حاجه مش تمام، لا انت كذا، لا. فهو كان بيقرب جدا جدا من اللعيبه، لان هي دي القماشه اللي هياخد منها اللي هو عايزه. ما ينفعش يبقى اللعيبه بعيده عنه وهو بيعمل اقصى ما عنده، ما ينفعش. اللمه دي والتاهيل النفسي وظبط نفسيه كل لعيب وتاهيله للمباراه وتحمله للمسؤوليه، دي اللي خلته يبقى كابتن جوهري يعني. أكيد. هو بيدي النموذج برضه طبعا، بس نوعيه اللاعب برضه كابتن محمود بتختلف. يعني نوعية اللاعبين اللي كانوا مع كابتن محمود الجوهري الله يرحمه غير نوعية اللاعبين الموجودين دلوقتي، ايا كانوا مع مين او ايا كانوا بينتموا لاي نادي. طبعا تتفق معاك. هو انا مش عايز اتكلم كلام يعني لا 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 يبان يبان الاحتراف إن الاحتراف واللغة الاحترافية طغت على حاجات كتير. بس هو في نقطة قبل ما اجاوب على الجزئية دي، فضل. الكابتن جوهري برضه في نفس الوقت لازم يكون هو نموذج قدامك. اكيد. الاخلاص وحب مهنته وحب اكيد اكيد واخلاصه في عمله تركيز غير عادي تركيزه. فدي دي كان طبعا يعني بيبقى لها تاثير عليك. ما فيش اكيد لا ما فيش شك الجيل ده. انا يعني انا بقول لك شوف احنا ناقصين ناس اسامي كبيره جدا اللي هم كانوا راحوا الدوري الاولمبيه، ورغم ذلك الناس كلها كانت متحمله المسؤوليه حقيقه يعني. انا بعتز ان انا لعبت في الجيل اللي هو جيل الثمانينات ولحقنا جيل السبعينات. انا شايف كانت اجيال مميزه قوي. وزي ما قلت قبل كده في خلال كلامي، لقب القرن الافريقي ده مش يعني الجيل ده هو اللي صنعه، هو اللي جابه. اكيد. فأنا بتمنى برضو ان الناس اللي ما خدتش حقها في الجيل ده ياخدوا حقهم داخل النادي باي طريقه باي، انا ما اقصدش مش عايز اقول باتجاه معين، بس اتمنى الجيل ده يعني يقدر اكتر من كده. والله يا كابتن يعني طبعا في ناس مخلصه زيكم كده ان شاء الله الجيل ده يقدر. خد بالك يا كابتن معلش قطعت كلام حضرتك. لا اتفضل. ما كانش في احتراف زمان يعني، انا ما كانش في عقود ولا حاجه ولا فلوس ولا الكلام ده خالص. انت لو اتصبت زمان كل سنه وانت طيب خلاص هتاخد شنطتك وتروح ومتشكرين على تعبك. اللعيبه نوعيه اللعيبه لو هنتكلم عن نوعيه اللعيبه اللي لعبت الفتره دي هتعرفها من الجون اللي علاء ميهوب جابه. بتكلم على الدقيقه الاولى او الثانيه من الوقت الاضافي بعد 90 دقيقه اشغال شقه وتعب، وقبلها قبل نهائي فظيع والنادي الاهلي مصر، النادي الاهلي ما يتغلبش، الناس ما ينفعش الناس دي تروح يعني زعلانه، نجوم كبيره مش موجوده كمان يعني، ونجوم ولا فارق معانا القصه دي. احنا يعني الفانيلا الحمراء قدامنا لازم تكسب كاس مصر. فبص علاء، بص ده واحد بيجري
في الدقيقه الثانيه من الوقت الاضافي بالظبط، وكان الفتنس لسه وانت مغلوب ازاي يعني ازاي التدريب ما كانش زي كده بالظبط. انت بتتكلم على 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 نوعيه ثانيه من اللعيبه، كل لعيب بيشيل فرقه كامله، مفيش حاجه اسمها اصل الاثنين اللعيبه دولت يسندوا الفرقه زي ما بنسمع الكلام اليومين دول، لا احنا وقتها كان كل لعيب في الملعب فرقه كبيره، عشان كده وقتها اللي كان بيخرج من النادي الاهلي كان بيروح يلعب في اي حته في مصر احسن حته بالظبط. برغم بقى لما لاعب كانت كويسه ميدو كمان برضو هدف الثاني كمان برضو مش ممكن، ده شوط ثالث قوه بتركيز في نهائي كاس بالظبط، يعني انت فاهم ازاي؟ هو لما قلنا كان سيمي فاينل بالتالي كان سيمي فاينل قبل النهائي على فكره كنا بنلعب ناقصين وكسرة تايم برضو بالظبط كده ونفس الاحداث دي تقريبا يعني. فانت بص الحمل الحمل كان عامل ازاي. خلي بالك يا ميدو وقتنا ما كانش التدريب ايوه بالظبط، ما كانش الجيم ما كانش الاجهزه. دلوقتي انت اللعيب العضله الواحده لها ثلاث اجهزه بتشغلها بالظبط، نظام التغذيه اتغير كل حاجه تمام، كل حاجه اتغيرت، الملاعب، الكور، اللبس، الاحذيه، يعني طبعا القصه كانت مختلفه. مش هنقول الفلوس لان احنا كانت اخر حاجه بنفكر فيها حته الفلوس، احنا كان عن استعداد بس للنادي الاهلي، كل دوافعكم كانت هي بس كده النادي يعني الاهلي، انت بتحب النادي الاهلي وعايزه يكسب والنادي الاهلي ما يتغلبش او يعني على طول لازم يبقى ياخد البطولات كلها اللي بيشترك فيها يعني. يعني اتكلمتوا على كابتن محمود الجوهري تحديدا وقد ايه كنتوا بتحبوه كابتن محمود، وقد ايه الراجل ده اثر فيكوا تاثير يعني شديد جدا، وقد ايه شخصيته كانت مميزه قوي، وقد ايه كان بيلعب على الروح المعنويه زائد الفنيات، وده يعني دليل على ان كابتن محمود الجوهري عمل حاجه عمرها ما حصلت في النادي الاهلي. لما النادي الاهلي خد موقف من بعض اللاعبين وكابتن محمود رفض الموقف ده، اللعيبه تضمنت مع الكابتن محمود الجوهري صحيح. وكانت اول مره تحدث من حبهم في هذا المدرب الكبير. هو يعني كان الكابتن رمضان السيد معايا هنا قال لي ان كابتن محمود الجوهري هو اكتر واحد حبه في حياته، وقال لي ان هو خد قرار، هو القرار الوحيد اللي اخطا في حق نفسه ان هو تضامن مع الكابتن. ما هي بالظبط يعني شايف التناقضات. كنت عايز انا يعني هو القرار كان خاطئ طبعا، خاطئ من اللاعبين ان هم يتضامنوا مع المدرب ضد النادي. حبكم المدرب كان زياده قوي، ده اللي انا بتكلم لا فيه. لا بس هو هي كانت غلطه طبعا، كان زياده حبنا كان زياده عن اللزوم. مع مين كمان كان طبعًا. مع كان راحل الماستر كابتن بالظبط كابتن صلاح سليم كان موجود سياف 85 الكلام ده كان 85 احنا بالنسبه لنا طبعا كان حب زياده عن اللزوم للكابتن جوهري، معظمنا صغير في السن فما عندوش الخبره فاندفعنا، والحقيقه الاندفاع طبعا ده كلفنا كتير بعد كده بالظبط. ولما طبعا عدت الايام دلوقتي طبعا لو مر بينا الموقف تاني أكيد. عمرنا ما هنعمل كده لان في حاجه المدرب طبعا خليك توصل للدرجه دي أكيد. اللي خلاك توصل للدرجه دي بس يعني غصب عنك رحت ورجعت تاني زي ما الكابتن رمضان السيد زي ما حضرتك دلوقتي بتقوله هو ارتباط كان بين لعيبه ومدرب قوي يعني قوي جدا. وكسبنا الكاس على فكره مع الكابتن في الفتره دي. انا فاكر كنت مع المنتخب ماتش المغرب بتصفيات كاس العالم 86 كان في مجموعه ما كنتش مع المجموعه اللي راحت لا انت كنت مع المنتخب الفتره دي اعضاء المنتخب ورجعنا وكملنا الفتره دي كسبنا الزمالك 3-2 بالصغيرين بالناشئين حسام حسن فرصه الشخصيه طارق خليل او طارق خليل بالظبط فاكر انا وحماده مرزوق ومحمد سعد ومحمد سعد واحمد جمال وعبد الصمد كان معاهم بس شوبير هو اللي كبير يعني حكاوي حكاوي يا جماعه مش هتسمعوها ولا تشوفوها ده ماتش تاريخي برضه على فكره دي حقيقه هتلاقوا كل المفاجآت انت عارف احنا اتعاقبنا ازاي ولا بلاش؟ لا قول بلاش قرروا ان هم يودونا يبعدونا خالص ما نتفرجش على الكاس هنا ودونا بلد في رومانيا على حدود روسيا قعدنا نملى تحت المدرجات تخيل المعسكر معسكر كان مع مش عايز اقول لك المعامله كانت عامله ازاي بقى مع الدكتور مفتي مش كده؟ مع الدكتور مفتي بقول لك بلد على حدود شوف رومانيا على حدود روسيا في اماكن بتنام تحت المدرج هناك وانت عارف رومانيا اساسا كان عقاب ايه يا كابتن علشان بس نربط الاحداث عشان ان احنا سيبنا النادي و عشان سيبنا النادي ورحنا تضامنا مع الكابتن جوهري فالكابتن جوهري قعد مع اللعيبه الصغيره وخدوا كاس مصر واحنا قعدنا تحت المدرجات انتوا لحد الكاس ما كنتوش جيتوا؟ ولا جينا ده احنا بعد نهاية الكاس فضلنا قاعدين مالناش اصحاب حد يعرف عنكم حاجه كمان مالناش اصحاب ما حدش سال علينا خلاص احنا رحنا واخد بالك ازاي؟ مفيش تليفونات ولا حاجه في الطياره مفيش حاجه عارف الطيارات اللي بتاخدها في 37 ساعه دي ورحنا معامله المعامله يعني يعني حاجه طبعا مش عايز اقول لك وايه يعني يعني بصراحه يعني حاجات
حاجات حلوه، حاجات ما بتحصلش في الاهلي. دروس، دروس مستفاده، دروس مستفاده. انا بقول لك انا كابتن رمضان كان يعني كانت عينيها الدمع. اه طبعا. بيقول لي اكتر واحد ارتبطت بيه اتعلمت منه كابتن الجواري، واكتر واحد خدت قرار ندمت عليه في حياتي كان مع كابتن الجواري، عشان كده كان موضوع صعب. صح. لكن مباراة هتظل في الذكرى يا كابتن محمد، مباراة يعني بكل تفاصيلها بكل أحداثها حاجة كبيرة جدا، بتلعب من غير نجوم أقولهم تاني للسادة المشاهدين، كابتن ربيع ياسين، كابتن مصطفى عبده، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن طاهر أبو زيد، كابتن محمود الخطيب، يعني دول كانوا في راحوا مع المنتخب في دورة لوس أنجلوس وسابوا الفريق طبعا عشان منتخب، والفريق بالرغم من كده كنت متفائلين. هو كان مسافر برضو المرحوم الكابتن ثابت والكابتن اكرامي مع المنتخب بس اتصاب، يعني دول برضو كانوا غايبين. ما خدتوش بالكم انتوا من حاجه بقى في الاحداث دي؟ قول لي. بص، النادي الاهلي وقتها يلعب كاس مصر ويكمل من غير الدوليين ويكمل ويلعب، مفيش، لا اصلا انا عندي مش عارف كام في المنتخب، اصلا انا عندي مش عارف مين بالزبط راح بالظبط. لا ده انا مفيش كلام من ده، انا بكمل وباخد وبكسب وبعمل. ما ينفعش يعني، انت فاهم ازاي؟ انما دلوقتي ثلاثة أربعة يبقوا مش موجودين، لا الزمالك مش عارف نأجل المباراة، نأجل الماتش، طب نستنى إيه ده؟ هم ال 30 دولت فيهم 11 سوبر والباقي ال 30 اللي بتأيدوا يعني قيد، اللعيبة كلها زي بعضها. المفروض النادي الأهلي لما بيأيد بيأيد 30 لعيب. حلو الكلام ده قوي. 30 لعيب لازم ال 30 لعيب يبقى واثق فيهم بالزبط. طالما اتأيد ضمن فريق الفريق الأول للنادي الأهلي بالظبط، لازم يبقى زيه زي اي حد. العب بقى دوره عربيه بدول، العب كذا. احنا احيانا بص اخر كلمه، انا عارف انت عايز تنهي. لا لا لسه. اه لسه هنطلع فاصل ونرجع تاني. طيب بعد ما نرجع من الفاصل بقى. يعني احاديث شيقه جدا مش هتشوفوها ولا تسمعوها غير على قناه الاهلي مع النجوم المميزين جدا، نجوم النادي الاهلي في مختلف العصور بصراحه. فاصل نرجع لحضراتكم على طول، استنونا. حاجات مش هتشوفوها غير من نجوم الاهلي تحديدا. عايز اقول لكم القايمه اللي اختارها الكابتن حسام بدري لمباراه بكره ان شاء الله، 23 لعيب ان شاء الله بكره في معسكر الفريق. شريف اكرام، محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، ثلاث حراس معاهم في خط الدفاع، احمد فتحي ومحمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيعه، وعلي معلول وصبري رحيل. في خط الوسط حسام غالي الكابيتانو وعمر السليه وحسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعه واكرم توفيق. في خط الهجوم احمد حمودي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور اجاييه، وعمرو جمال، وعماد متعب. يعني اسال ضيوف الكرام كابتن محمود لانه وقتنا للاسف انتهى، شايف المباراه ازاي في عجاله وشايف المباراه رايحه لمين؟ هي مباراه صعبه للفريقين مفيش شك، الفرقتين تقريبا في اداء متشابه يعني فتنس كويس جدا، تحول سريع من الدفاع للهجوم، في حماس، في تركيز، التركيز الدفاعي موجود عند الفرقتين طبعا، في شك الحافز ان بيلعبوا على بطوله أكيد. موجود أكيد. انما يعني يمكن النقطه اللي فيها تفوق للاهلي اعتقد المهارات افضل، الجانب المهاري افضل، زاد الخبرات افضل، المهارات والخبرات بالظبط، انما تقريبا كل التكتيك وطريقه اللعب والاسلوب والضغط على الخصم كل الحاجات دي متوفره الحاجه في الفرقتين. حي طبعا النادي الاهلي على الاداء، وبحي برضو الكابتن حسام البدري والجهاز بتاعه، وفي نفس الوقت كابتن حسام حسن والجهاز بتاعه، بس هو النقطتين الجانب المهاري يظل في صالح النادي الاهلي والخبره اكيد. يعني كابتن محمد قول لي كابتن حسام حسن وشخصيته هتفرق بالسلب ولا الايجاب بكره في لقاء المصري الاهلي المصيري؟ لا انا في رايي انها هتفرق بالايجاب، لان هو حسام برضه مدرسه الكابتن جوهري وتلميذه نجيبه وكده وابنه بالزبط. فواخد الحته النفسيه بيعرف يأهل اللعيبه كويس قوي قوي يعني، وشفنا ده على مدار دوري كامل. في ميزه عامل شكل في ميزه طبعا في فريق المصري ان هو بيلعب لاخر لحظه بالظبط، ودي قلما تلاقيها في فرق كتيره بخلاف طبعا النادي الاهلي. الانديه الثانيه مثلا بتلاقيها جه جون فكه، جه جونين فكه، انما النادي المصري بيلعب لغايه اخر دقيقه، مجموعه صغيره من اللعيبه لسه عطشانه عايزه تعمل حاجه ليهم او لاسمائهم، الدوافع كبيره عندهم، وصلوا لنهائي الكاس مش من فراغ بعد ما كسبوا نادي الزمالك، ودي خطوة كبيرة بالنسبة بالزبط لهم بالزبط. الدوافع زادت جدا وصلت للسماء، مجموعة صغيرة بقول لك، لياقة بدنية كمان عندهم، لياقة بدنية على مستوى عالي جدا، بيلعبوا لآخر لحظة، بيلعبوا كورة، شايفين الماتش اللي فات بتاع الزمالك بيضغطوا على الزمالك من أول ما مسكوا الكورة، ودي بتتعب أي فرقة بالزبط. على الجانب الثاني دوافع النادي الاهلي ما تقلش عن النادي المصري، الاهلي دوافع واحده على طول، وبطوله كاس مصر لسه خارجين من البطوله العربيه للظروف اللي فاتت الناس كلها عارفاها،
بطولة تتحسب للعيبة وللجهاز الفني. إن شاء الله بإذن الله نحصد طبعا بطولة الكاس ونبقى خدنا الحمد لله الدوري والكاس، وإن شاء الله بإذن الله نتطلع إلى إفريقيا. ماتش صعب جدا جدا، أهلي ومصري، أنا بعتقد أنه 50-50 لأن ماتشات الكاس كمان ما حدش بيعرف لها، بتعتمد على حالة اللعيبة يوم المباراة دي. أكيد. الدوري في بتعوض ماتش، في ماتش تاني، في دور تاني، إنما دي مباراة واحدة ومباراة فاصلة. الدوافع الاثنين فرقتين كبار، مدربين على مستوى عالي، كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن، جمهور متعطش من الناحيتين. نتمنى الأهم بقى من المكسب، طبعا نتمنى المكسب للنادي الأهلي، دي حاجة مفروغ منها. إنما بنتمنى الأهم إن لقاء كبير وحساس بين أهلي ومصري، ان نطلع بالصوره هيطلع ان شاء الله الايجابيه بالروح العاليه، وانا شايف كده من خلال الميديا ان الاجواء هاديه وكله ان شاء الله متطلع ان يبقى في مباراه ان شاء الله كويسه. شرفتني ونورتني، ربنا يخليك، دايما بتشكر جدا، ربنا يخليك كابتن محمود، شرفتني ونورتني، الله يخليك، ان شاء الله انت كابتن محمد، ربنا يخليك، ونحن في قناه الاهلي كمان، ده بيتكم يا كابتن، في اي وقت تنوروه وتشرفوه. يعني دي كانت اول فقرتنا واولى فقرتنا النهارده معاكم، كان معايا كابتن محمود صالح وكابتن محمد حشيش، نوروني وشرفوني. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير كابتن أسامة عرابي، فاصل، استنونا، هرجع لكم على طول.